الصنف باء ولا كاتيجوري باي. ما معنى صنف باء؟ بيرمي اللي غايتو داك صاي تعريف صنف باء ولا كاتيجوري باي اللي غايتفوتو لانجينيور ولا انسبكتور ملي صحسيك يقول لك اشتاجي تفوت اليوم شو ترد عليه؟ مش تقول له خود لا جيت نفوت الصنف باء اللي هو رخصه السياقه من الصنف باء كاتيجوري باء ملي صحسيك اعطيني التعريف تاع الصنف باء شنو نكتب له؟ هو وزن خفيف. هو وزن زين وزن خفيف. ما معنى كلمه وزن خفيف؟ بوليجي يعني هو الخيط كاع في العربات اللي عندها اربع دراليج مفهوم. نقولوا السياره اربع دراليج من هي كاع عن يسموها ليكوادر كادري سيكلا موتور. كاين تري سيكلا موتور وكادري سيكلا موتور ليكوادر هذيك اربع دراليج خفيفه عليها ايه. قلنا هو وزن خفيف. وزن خفيف وزنه 3.5 طن. اكتب وزنه 3.5 طن اللي هي 35 قنطار ولا نقولوا 3500 كيلو. 3.5 كيلوغرام طن. الطن شحال من القنطار؟ القنطار شحال من الكيلو؟ كيلوغرام 3.5 شي كيلو بالعباد بالعباد. والقنطار فيه 100 كيلو مفهوم. 3.5 طن هي 35 قنطار ولا 3500 كيلو. هو وزن خفيف وزنه 3.5 طن. زين عدد الركاب 8 والسائق 9. شحال يرفد الليجي كومبلي شحال؟ 9. يعني كيما ليسباس كيما النيسان لي زيميغري من يجيو من ليترونجي من فرنسا يجيو من فرنسا شاف يجيبو دوك الوطا الكبار طوال هذوك دوك الليجي تاعنا في الطاسي كاين تاع وي بلاسي فوالا كاين تاع وي بلاس في 9 بلاس 3 في 3 في 3 9 هذاك الليجي مفهوم هذاك الليجي. عدد الركاب شحال؟ 8. اكتب 8 والسائق 9 والسائق 9 والسائق شحال؟ 9 يعني شحال تولي؟ 8 والشوفير شحال؟ 9 مفهوم؟ 9 زيد عدد الركاب 8 والسائق شحال؟ 9 الكاميرا تحشم؟ 9 هو غادي يتبهل لا غادي يتبهل. عدد الركاب 8 والسائق شحال؟ 9 صاي 9 زيدوا قلنا هو وزن خفيف وزنه 3.5 طن اللي ما يهمش حاجه يقول لي حبزني رانا نزعق ونضحكوا زوج دقائق علاه باش ما نخرج علاه قلت لكم علاه انا نضحكوا زوج دقائق ولا طوالينيت علاه نور الدين باش ما نخرجش الجو تاعنا مكهرب فور زيدوا عدد الركاب 8 والسائق شحال؟ 9 زيدوا والعربه المجروره شحال فيها؟ الكروسه اللي تجرها اللوطو شحال؟ 750 كيلو 7 قناطر ونص اكتب والعربه المجروره فما و والعربه هنا قلنا و العربه المجروره شحال؟ شحال فيها؟ 7 طن. شحال وزنها شحال؟ 750 كيلو 750 كيلوغرام مفهوم. العربه الكروسه اللي من يجوا لي زيميغري من ليترونجي يجيبوا الاوطو وتجيب الكروسه هذيك تجر فيها هذيك فيها 7 قناطر ونص صاي 750 كيلو. ومن بعد اما بالنسبه لكارافان ما معنى كارافان كيما تسمح اكتبها هذيك الدار كارافان ما معنى كارافان؟ كارافان ما معنى كارافان؟ متاع فرنسا هذيك اللي تجر اللي فيها دار لوطو فيها كاع الكومبيناجي فيها فريجيدار تيزينيار تيليفزيون كل شيء مفهوم؟ تفرجتوا في تاع الامام تاع كارافان في الشارع كراكون في الشارع تاع الإمام هذيك هي كرافان مفهوم هذاك هو كرافان. أما بالنسبة للكرافان نستطيع أن نزيد وزنه أكثر من 750 كيلو بالشرط أن يكون وزن العربة وزن تاع اللوطو أكثر من وزن الكرافان وهي فارغة وهي خاوية. نعاودوها نقدروا نزيدوا
الكرفان يقدر يكون الوزن تاعو اكثر من 750 كيلو بصح شرط لك تكون توزن اكثر من فوالا انت باش تجر كرفان لازم يكون عندك كات كات عندك نيس باش عندك طيوطا متجهده عندك طيوطا لوطو متجهده الا كانت تبع معاه الا كان الكرفان فيه 11 قنطار ولا 12 قنطار تبع معاه الا كان الكرفان لنفترض ان الكرفان فيه 12 قنطار لوطو شحال يكون فيها وهي خاويه 13 قنطار طريبيا لك انا كرفان 12 كرا لوطو شحال 13 و12 شحال 13 و12 25 ونزيدوا الناس اللي راكبين في اللوطو نقولوا 6 تاع الناس وهي وذوك 6 تاع الناس مريحين صايي مريحين وشابين وزمان كل واحد فيه قنطار دابور نديروا هذوك 6 تاع الناس مريحين كل واحد فيه قنطار بالعموري شحال يولوا 6 تاع الناس استغناء وال25 قنطار شحال يولي 30 وشحال اللي يجي مزال شحال الماكسيموم اللي يجي شحال مازال مازال رانا في اللي يجي وكنا نلعبوا 36 ولو في الاول اللي يجي شحال قلنا 35 فوق 35 راك في الاول 9 بلايص فراني في اللي يجي 10 بلايص فراني في الترونسبور في النحل انا كنت نسيب واحد في الاوتو ديسباس ولا نيسان لي فانا في بلاصه رافد لي 10 تاع الناس خاش كاين ميني بيس كاين البيس وكاين الميني بيس الميني بيس هو اللي رافد 9 تاع بلايص ميكرو بيس مفهوم يرافد 9 بلايص انت هذاك الميني بيس راكب مركب 10 تاع الناس ولا 11 زين كاين هذا نسميه اللي يجي ولا نسميه ترونسبور ترونسبور راك في الدي ما راكش في البي واحد ولا زوج زياده سميت حتى ترونسبور فوق 9 نسيبو 10 تاع الناس راك في الترونسبور خويا راك في الدي راك اخترقت قانون تاع البي تاع الوزن الخفيف مفهوم اكتب اما بالنسبه للكرفان ديجا اما خبرك اما راك داير افسان كيفاه اما واحد راه داير ابارتومون اما بالنسبه للكرفان زين اش نستطيع اما بالنسبه للكرفان ثاني جبل نستطيع ان نزيد وزنه اكثر شحال اكثر من 750 كيلوغرام مفهوم بشرط شاولي بشرط شا قلنا بشرط شاولي السيارة أكثر وزن السيارة أكثر شا قلنا بشرط السيارة أكثر تبع معايا أما تبع شا قلنا هو وزن خفيف 3.5 طن عاد الركاب 8 والسائق 9 والعرب المجهورة شحال 750 أما بالنسبة للكرفان نستطيع أن نزيد وزنه أكثر من 750 كيلو بشرط لازم تكون وزن السيارة أكثر من الكرفان إذا كانت اللوطو إذا كان الكرفان فيها 12 قنطار اللوطو يكون فيها 13 فيها خاوية مفهوم قلنا الطاكسي المخفي شحال هذا؟ 8 أنا ما موت 8 لا أحسب وشحال الطاكسي المخفي شحال كان فيه ولا كان لا هي لا تلبت 7 هذه فاميليا تلبت 7 هما كانوا 3 8 11 هي انا موت 8 وكان كثر شحال كان هذا شحال غير ورديه الشيباني زيدوا غير ورديه بزاف ورديه ولدها زيدوا عثمان علي ولدها 5 وهذاك اللي يكذب بومباردي صدام ولا يكسبوا بومباردي ها 6 وهذاك اللي يدير علي لافيدي واللي المخرج هذاك ها 7 وهذاك الشيباني اللي كان راقد الماء ها 8 وهذا بزوج اللي كانوا معاهم واه 10 شحال كان واحد 10 كان رابط 10 كار وهو شوف صاي قلنا شوف شحال كان رابط 10 كار غير ورديات ثلاثه تاع الناس مفهوم قلنا هذا هو تعريف السيمبا هو وزن خفيف وزنه 3.5 طن وعدد الركاب 8 والسائق 9 والعربه المجروره شحال 750 الكروسه اللي تجر الطوب فيها 750 كيلو الكروسه اللي تجرها السياره اما بالنسبه للكرفان قلنا كرفان جوي عاودنا هو نستطيع ان نزيد وزنه اكثر من 750 كيلو بشرط لازم تكون اللوطو توزن عليه هذا تعريف السيمبا نروحوا دروك للسائق الجديد تعريف السائق الجديد كونديكتور نوفيس ولا جون كونديكتور مفهوم
السائق الجديد مي سومو كي نديرو نعرفو بلي هذا شوفير جديد. كون دير بلاكا كتريفون كي دير تعرفني بلي انا شوفير جديد. دير بلاكا كتريفون شنو نديرو؟ عن طريق نعرف السائق الجديد عن طريق بطاقة 80 شحال البقرة تاعها؟ في الخارج في فرنسا شنو دايرين؟ دايرين الأ في فرنسا دايرين الأ حنا نديرو الكاتروفا القدرة تاع تاع البلاكا شحال؟ هذيك الدويرة هذي شحال؟ 10 سنتيمتر 10 و 15 يعني أقل شحال؟ القدرة تاعها 10 سنتيمتر زيدو مستوى صحيح تجي كاري لا طويل تبقى معنا نعرف السائق الجديد عن طريق بطاقة 80 قطروها 10 سنتيمتر صالحة لمدة زمنية قدرها شحال؟ شحال تقعد؟ عامين شحال تقعد وانت دير البلاكا تاع 80؟ عامين صالحة لمدة زمنية قدرها؟ سنتين عامين سنتين والسرعة الأقصى شحال؟ 80 كيلومتر في الساعة يعني عندك عامين وانت تمشي 80 يعني كيما نقولوا خارج المدينه طريق الدي وتجيب ولا الطريق السريع ولا الروطور 80 فهمي جد عندك عامين وانت 80 سما هذه سما انت راك عامين تحت الخبره تحت التيست نعاودوا قلنا شنو قلنا نعرف السائق الجديد عن طريق بطاقه 80 صالحه لمده زمنيه سنتين والسرعة الأقصى فيها شحال؟ 80 كيلومتر 80 كيلومتر في الساعة هكا وتوضع خلف السيارة وين نديروها؟ بلا ما عندي في الثابت نديروها في الخلف شاري نديروها في الخلف وعلى أي جهة؟ في لاكوش في جهة اليسار على نديروها في اليسرى وما درناهاش في اليمنى خاطش السيارات اللي جهه تاع الشوفير باش الشوفير يشوفها تبع معايا كاع تجاوز من اي جهه لا يبغي يدوبل ولا دوبلاج الاغلبيه كنبغي ندوبلي ندوبلي على اليسرى بصح وينتا كاين حالات ندوبلي على اليمنى وينتا ندوبلي على اليمنى هي في الاغلبيه وين ندوبلي ندوبلي على اليسرى هذه خبره بنديرها في اليسرى انا يا وينتا ندوبلي على اليمنى كاين حالات وين ندوبلي على اليمنى ماشي بزاف كاين ثلاثة حالات تبع معانا أنا وين ندوب ندوبلي اليمنى تبع معانا أنا مين نكون نمشي؟ أرواش تبع معايا تبع معايا رجعت من هنا قبل أنت راك بدور منا على اليسرى غادي تزير منا اليسرى ماشي كاع عند خط لاكس دي لا شونسي ما تفوتهاش دير البرا منا بدور اليسرى أنا راني موراك مين نروح مين ندوبلي؟ ندوبلي منا رانا دروات لا ولازم ندوب ليك منا انت بالدور ونزيد ندور على دوك صاي ندوب ليه منا على اليمنى مين يبغي يدور هو مين يبغي يدور على اليسرى علاه غادي يزير على اليسرى بصح شيري سون دي باسي لاكس دو لا شوسي ماشي يدخل في الدوزيام بوزيسيون هذاك اللاكس الخط هذاك ما يتوشيش يزير بصح ما يتوشيش عدم لمس الخط المنصف اللي يفصل بين المسلك الاول والزاوج هو يزير اليسرى انا ندوب ليه مين على لا دروات شنو نقولوا الحاله الاولى شنو نقولوا عندما يريد عندما يريد دوران في حالة دوران على جهة اليسار كي تبغي تدور على اليسار انا ندير لك على اليمنى مفهوم ريح هذه الحالة الأولى الزوجة صحيح لا يدير لك دير برا تاعك لاكوش انا نفهم روحي ندير برا دروات ندير لك على اليمنى الحالة الزوجة من نكونوا في الغوت اكسبريس لا غوت اكسبريس الطريق السريع الطريق السريع شحال كاين مثلك؟ الطريق السريع ماشي السيارة هي زوج الطريق السريع تبعوا معايا أنا دخلت في الطريق السريع راني وحدي وراني ستصف في اليسرى كورتاج عرس ولا بروتوكول ولا حاجة قاعد يتمشاو في الكوتي غوش في الدوزيام بوزيسيون بصح السرعة تاعهم منخفضة يتمشاو 70 ولا 80 وأنا فارمي تاعي قديمة الطريق السريع شحال السرعة الأقصى شحال 100 والفارمي تاعي قديم على سبيل المثال نقول الفارمي تاعي قديم هادو راهم يتمشاو بسرعات تاع 80 نقعد معاهم انا 80 لا نجي في الدوزيام بوزيسيون على اليمنى في المسلك تاعي وندير البرا تاعي كليوطو تاعي على اليمنى وندير لك سيري لي شحال السرعه 100 بلافو 100 خاطر شوف شحال راهم يتمشاو هادي فيه في الغوت اكسبريس طريق السريع مين يكونوا دو بوزيسيون يدو فو فرومناد صايب الاولى قلنا ندوبلي على اليمنى يكون واحد بيدور اليسرى والزوجه من يكونوا صفان من السيارات في الطريق السريع الصف الموجود على جهه اليسار بسرعه منخفضه انايا
في الصف الاول اندوبلي نزيل فوق الحاله الثالثه وانت ندوري على لينا الحاله الثالثه بيكون مراقب قلنا الحاله الثالثه طيب الحاله الثالثه جايه باش ندوري على لينا شوفي ايش يعني مقلق سما مقلق دير ديقال هاو كاع الشعب مقلق الشعب ديال زايد شحال 45 مليون 45 مليون كاين 44 و900 الف و999 واحد مقلق شكون اللي ماهوش مقلق اللي مازال ما زادش اللي غادي يزيد اليوم هو باش يقلق يا الشعب غير مقلق صحيح حال طوارئ تبع معايا وين تدوبلي على لينا في الطرامواي طرامواي ندوبلي على لينا وين تا طرامواي فين تجي في الوسط طرامواي وين يجي تبع معايا طرامواي يجي اربع جوتي وقعد هنا اربع جوتي طبعا هنا تبع معايا انت راك جاي انت طرامواي انا راني هنا انا طرامواي روح انا ما نقدرش ندوب ليه منه خاش طويل طايريه مفهوم ما ندوب ليش على اليسرى ندوب ليه على اليمنى طرامواي وين ندوب ليه على اليمنى هنايا وين ندوب ليه على اليسرى من يكونوا في لا سيركيلاسيون سينيك طرامواي ندوب ليه على اليسرى من تكون طريق تدي وما تجيبش على هذا من ندوب ليه على اليسرى ما كاش واحد راجع في الاتجاه المعاكس بصح من تكون تاعي طريق تاعي تدي وهذيك الزوجه تجيب خاش طرامواي يجي في الوسط مفهوم انا ندوب ليه على اليمنى ما نقدرش ندوب ليه في الدوزيام بوزيسيون خاطر هو طويل باش انايا باش انا كاع ندوب ليه هو الروح ما نجي نلحق يكون واحد جاني في الاتجاه المعاكس سياره اخرى طرامواي ندوب ليه على 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 اليمنى طرامواي دائما ندوب ليه على اليمنى وين تندوب ليه على جهه اليسار كي تكون طريق تدي فوالا كي تكون في الطريق لا سيركيلاسيون اسونسيون كي تكون طريق تدي وما تجيبش شحال من حاله وين تندوب ليه اليمنى شحال كاين الحاله ثلاثه الاولى لا غوش زوج في الغوت اكسبريس يكونوا صافين من السيارات الصف تاع اليسرى ما يجريش انا الصف تاعي واللي يجري والثالثه راموي مفهوم زيدوا كملوا هذه درناها عينه برك ولا مختصر زيدوا كملوا قلنا وين نديروا بلاكا نديروها في على جهه في الخلف على جهه اليسار مفهوم على وين نديروها في الزجاج ولا في المالا في المالا في المالا ما ديروش على الشعب الشعب بلوطوار مفهوم هاو دا واحد اي واحد باغي يديرها في لونتير ثاني ديرها في لونتير تجي في المالا عند ليفو عند الضو دي فوا كاين بلاكا تبع معاك بلاكا تجي ترونسبار وزداج ترونسبار يحطها في زداج تجيب بلا لوب تبعو ما تشوفهاش كيف هي بلاكا ترونسبار وصغيره وزداج ترونسبار حطها لك في زداج هاو اللي كنشوف انا هو اللي موراك كاترو في هذه لما المصلحه اي مصلحه هذه كاترو هذيك انت راك جديد تبع معاه انا من نشوف من نشوف ديال كاترو نبعد عليك نعرف بلي راك تشوف غير جديد ما نقدر نخاف منك وانا ماذا بيا ندير جماعه ماذا بيا ندير كاترو علاه اللي موراي يبعد عليا ما يوليش لاصق روحي تاع لاصق يا ودي فوالا يقل شوك يقول لك خاف ضربي يسيبك ديال كاترو يقل شوك يدوبلوك بالخف لي توك لي سباس لا توك لا ديستون دي سيكوريتي خاف منك يقول لك هذا شوفير جد دابا يقلب لي ولا ينقلب ولا حاجه مفهوم ماذا بك دير كاترو فان وديرها في لا غوش حدا المالا باش تبان من ابي البيدال دو فران ملي تفريني يشعل تبان ولا دير الفيروج تاعك تبان تشعل الفيروج تاعك تبان مفهوم ديروها في المالا في لاريان في لا غوش مفهوم هذا هو تعريف السائق الجديد السائق الجديد هو اش قلنا عليه شوفير جديد اش قلنا هو اش قلنا عليه كيف نعرف السائق الجديد كاترو عن طريق بطاقة 80 صالحة لمدة زمنية سنتين والسرعة الأقصى شحال 80 كيلومتر في الساعة 80 كيلومتر في الساعة زيدو توضع في خلف السيارة على جهة اليسار وليس على اليمين وليس على الزجاج صحيح نديروها في المعرض مفهوم هذه هي ماشي في اليمنى بصح ثاني نديروها في المعرض شكون اللي عنده اشكال هنا ولا مشكل صايب مفهوم مفهوم وقلنا ثاني في السنت با الحد الادنى للرؤيه شحال الحد الادنى للرؤيه باش دير البيرمي شحال لازم تشوف 10 8 ل 10 8 8 ل 10 كاين اللي عنده 8 ل 10
وليكم قد ما يديرش يدير بالبنوال افا كوريكسيون بنوال ولا نفس سيرفيس ولا دي سيرفيس مفهوم شحال 8 ل 10 في زوج 16 وشحال لارج شحال العمر تاع الشخص 18 نعم 18 باش فوت البان باش يدي البان تاعي واه صحيح قلنا باش يدي الحد الادنى للرؤيه شحال 80 8 8 على 10 8 سير 10 فوالا في زوج 16 على 20 مفهوم تقول لي عندها مشكل هنا درنا تعريف قانون المرور درنا تعريف السن باء تعريف السائق الجديد وتعريف السائق الجديد سرعة منخفضة 80 قلت 80 مفهوم الخطرة الجاية ولا الحصة الجاية ولا الدرس الجاي إن شاء الله إلى كتب ربي إذا كنا من الأحياء لازم نروح نديروا أضواء السيارة أضواء السيارة من الخلف ومن الأمام والأضواء الثانوية ونديروا الاستعمال تاعهم صحيح السبت إن شاء الله السلام عليكم بارك الله فيكم.